اليوم سنقوم برفع الأشياء بالهيليوم. ستحتاجون لبعض الخيوط والكثير من البالونات والألعاب، والأهم من كل هذا الهيليوم. أولاً، لنربط الخيط حول أخف لعبة لدينا. وجدت لعبة البوكيمون، سألف الخيط حولها. قم بنفخ بالون بواسطة الهيليوم. تأكدوا من عدم نفخه كثيراً حتى لا ينفجر. ثبتوا طرف الخيط الآخر بالبالون لنرى إن كان سيرفع اللعبة. رفع البالون اللعبة لأنها خفيفة جداً. لننتقل إلى لعبة أكبر. كابتن أمريكا سيساعدنا في ذلك. لم يرفعه بالون واحد. لنجرب بالونين. لنثبت ذلك ونرى ما سيحدث. حركاه لكنهما لم يرفعاه. لنضع بالونا إضافيا. ليس كافيا أيضا، لكنه رفعه قليلا. في النهاية استخدمنا 6 بالونات لرفع كابتن أمريكا. لا نستطيع الحكم على وزن اللعبة من النظر إليها. والآن لننتقل لهذا المنزل. كما ترون، احتاج للعديد من البالونات على عكس المتوقع. لنأخذه إلى الخارج. لنأخذ هذا المنزل في جولة. استخدمنا حوالي 30 بالون لنرفعه. متأكد أنكم شاهدتم فيلم أب، وهذا تطبيق عملي له. يبدو جميلا جدا في شروق الشمس. قمنا برفع الأشياء بالهيليوم.